الرحيم. أيها المشاهدين الكرام، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. تفضل يا غازي. الله يساعدك. اهلا وسهلا. يا اهلا ومرحبا. يا ذا؟ نعم. افتح النهاية شوية، فيها زحمة. يا حلوة بس شوية فاتحة. يبين بيها الطقع واللكع. اكو غيرها؟ اكو غيرها؟ هذه هذه هذه. هاي انزين بس لونها غامق شويه. هاي الالوان كلها، هاي قدامك، هاي قدامك. لا لا، هاي حلوه، هاي حلوه، نقشتها كلش حلوه، الوانها بديعه. طيب افتح لنا اياها شويه بلا زحمه. كافي كافي كافي. لا كلش حلوه يابا. يا سعرها؟ مسعرها غلط، لا تتعب نفسك. هيك شيء؟ تسمح لي بالجيجارة؟ ده سوي؟ تعا شوفها صوف لو نايلون. شنو صوف؟ شنو نايلون؟ انت قاعد تشتري لو تحرق المحل؟ بالله لو انت صاحب زوالي كان قبلت انا اجيب جيجارة واحرق لك اياها لسولية؟ تدري؟ ايه؟ اخلي صابعي بعيونك وبطحة. سمعوا لساني عقدتك يا ناسي، شهدوا والله كل حكي سكتك يا يا ناسي، سمعوا لساني عقدتك يا ناسي، شهدوا والله كل حكي سكتك. ما سوي زينك تنقلب شينك غصبا علي، لا مو بيدي يا يا ما سوي دينك تنقلب شينك غصبا علي، لا مو بيدي. زادي قطعت اسك والمي منعت اكدوا اللي دغتني حية يا يابا، كلكم علي ليش تردون بطل؟ لا 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 مو بيدي طبعه شو اسوي. كلش قوية. شنو القضية؟ غاوي جاب البنية، غاوي عرض حياته، غاوي واهله وبناته، غاوي الأكبر أذية. سد له قضية، غاوي يفتح قضية، غاوي ياهو اللي يخلصك، غاوي من هالبنية، غاوي طبع الأصابع، غاوي بالمية مية.
شفيق تعال تعال. جيت شفت ابو خلاوي؟ لا ما شفته. خيرا اليوم يطلع بالبيك اب. صدق؟ راح يبدي يشتغل واول شغله راح ادزن المزرعه ورده. فاذا شفته قول له خلي ينتظرني هنا. خوش زين. ليش انت وين رايح؟ اني راح اخذ الماكينه والقماش اوديها للبيت. دادا اجي اساعدك اني؟ لا لا انت ابقى هناي. اقول دادا يعني انا اقول له لو تقولها لام هادي في دول عينك خلي تسوي لي الدشداشه هيك شي فد كبيره ونفها وراهيه علي. الك بالذات اخذت لك 12 يارده ورده هسه تمام. لا تنسى. لا 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 اصلا راح اعوف كل الكازينو وعيني بس على الدرب. تعوف الكازينو شلون؟ لا تزعل يا ابا براحتك براحتك لا تزعل. يعني اني انطي شاي ومي وحامو وعيني على الدرب. ايه بس مو اللي يريد مي تنطي شاي واللي يريد حامو تنطي مي. زين بسيطه هسه هم افتهمت. شلون؟ يعني اني اقول اول ما يجي ابو خلاوي يقعد هنا اني اروح للاوجاخ اصب له الشاي واجي اقول له بالحكاية. زين اذا شرب الشاي وطلع شلون؟ اي هالمره هم افتهمت. شلون افتهمت؟ هسه تمام. يعني اول ما يجي ويقعد هنا راسا اقول له داد ترى اخويا ابو هادي يقول خلي انتظرني هنا يريدك. عافيه. يعني هسه اقدر اروح للبيت مطمئن؟ اي هذا هو. انا كنت اعرفها من الاول بس انا يعني نسيت اقولها من الاول. ايش تأمرين قولي يا ثريت البيت وقلابها اليضوي. دلالك اللي هي صح ورعايتك وحنيتك اللي هي عافية. هاي هي عيني. منى. نعم يا بابا. تعي بابا. نعم بابا. شو تفصل ماما انت بيدك المقاص وتمشين على فصالها وتدلل في مالة. الله, الله وياك يا بابا. خذ من ايدي شيف التفاح. يا تفاح يا عرموط يا عنب. اوف ذاك حبك ما تبدل عبالك اليوم زفتنا. اني كل ما اتذكر دقت ابوك يطلع من خشم النار. ما عرفك خطيه نظره ضعيف وما كان مسوي مناظر. ايه سمو خطبنا وعقدنا بقت بس الزفه. ثاني يوم دا اجي احاكي من باب الحوش تجيني عصايه بين روحي شوهها روحي هو يصيح ما تستحون تعاكسون بنات الناس. تدري وعطلها زفتنا اسبوعين. هي منضبر بالمستشفى. وهذه من ايدي يا حلو يا اسمر. تسلم ايدك تسلم ايدك ابو بيتي. والله انت شو اقول لك حنين وتحبني بس شوي عنودي. طلباتك يا ورد جوري. تدري ايش قد احبك بعدد دقات قلبك احبك. يا راح اغرق اشلهم يا ناس. انطيني ايدك دا اشلهك. اي قولي ابويا دللي نصف الحلو. يعني ابو خلاوي انا شو اقول تاخذ هناء بيدك وترجعها لبيت زوجها وتجيب لي لطفيه وترجعها لبيت زوجها. ليش مو لبيتي؟ يعني هسه بيتك بيت زوجها ماكو فرق. وانت تعرف الخلاوي يحبك كل شي هوايه ويطيعك وطاعه الوالدين واجب بس يعني لازم الطاعه تكون على حق. وانت تعرفه كل زين هذا اللي امر بي الله عز وجل. انا اعرف ابني خلاوي ولد متربي ومؤدب ومطيع. عيني غاوي خلاوي هو متمكن يقدر باكر عقبه يطلع ويا لطفيه ياجر له بيت لو مشتمل له شقه. بس خلاوي ما يريد عائلتنا تتوزع وتتفتت هاي هاللمه الحلوه مالتها وكل واحد يصير بسطحه. خلاوي يحبك خلاوي ابن ابوه. زين عيني انت ليش ما تاخذين هناء وتوديها بيت زوجها؟ لا انت احسن.
على مود من ترجع لطفية اشوفها منك حلوة، لا تخليها مكسورة خاطر. غالي والطلب رخيص صار. هنا هنا هيا يلا بابا دا نطلع. ياب اكيد شفت لي كوستم جديد حلو. علي الكوستم من مسؤولية زوجك صبحي، هو يشتري لك. زوجي؟ ياب شنو الموضوع؟ يلا حضري نفسك عيني حتى ابوك يوديك لبيتك. بيتي جابه بالوسطيه، اكو منافسات وما اريد اطالب. حبيبتي هنا امي وابوي، الناس اذا تسمعك شو تقول هسه عنك؟ ما اروح، لو ايش ما هو يجي علي. بابا انا راح اخذك بيدي. هاي شنو بابا؟ شو تغيرت؟ شنو الموضوع؟ بنتي الحقيقة أكو كان جو جبرني على هذا الموقف. يعني ما تقدر تلغي الجو؟ في الوقت الحاضر لا، لننطد كلام للحلوين. ياب أنت تؤمر وتتدلل. شوف عمي غاوي يا أبو خلاوي، لا تقاطعني أرجوك، على خلص كلامي وبعدين من حقك تحكي وتدافع. أرجوك لا تقاطعني. ايش تعال تعال سمعي، شوفي صبحي ايش دا يحكي ويا عم غاوي. زهق طقت روحه فرحان، بس اشو عم غاوي ما يجاوبه. هاي اول مره اسمعها واشوفها تصير. اللي خجلان من عنده لان سواها بلي مليح. تسمعي قاعده سمعي ايدي يلا ربع ساعه خليتك تحكي على قلبك وما قاطعتك، قلت اللي بقلبك وحكيت اللي بايدك. اسمعني هالمره طفية، بعد إذا واحد عندكم ورجعت لنا اعتقد راح يصير الموقف بيناتنا في خطورية جدا. أقاطعني أرجوك، أنا يا ريبتي أنا مدة ساكت بس هسه لا كافي. تعالي تعالي طب عليهم عاودت راح تصير مشكلة كبيرة. بس أنت طبي قدامي ويدمشي. يلا اسمعني عمي غاوي أبو خلاوي، هايني ما اسكت اسكت قلت لك لا تقاطع. هلين ابا صارت بيناتكم معاتبه من صدق. قلنا وصلت حدها خلنا ندخل عليكم. مو عمي غاوي قولوا له انا نايم نايم. قولوا له انا نايم. قولوا له انا وانا وجعان وجعان جوعان. لا لا جوعان وجعان نفس الشيء نفس الشيء. اهلا اهلا وسهلا اهلا هلا هلا دادة هلا الله يساعدك. هلا يا ابا هلا. صبحي راح المحلة؟ لا ما راح المحلة جوه. شبيه شبيه رد علي حرارته 45. حرارته 45؟ شو كنت فنتو؟ ليش عود يا ستار؟ يلعب شنو 45؟ كان خبر تطفاية في البارك. عيني هنا فوتي انتي يمه هسه بس يشوفش يصير كل الزين. يلا بنتي سرعة يلا حطية يلا قاعدين. يلا انا ما اريد فشح فش حراري تحلويات عليها بهارات. انا شو اسوي لك؟ تروح هناك وروح هناك. شو بي بابا؟ اجي ماكو شي بنتي دا يهدي دا يحكي شي ايش بيت. جيب لي جتات مع الكبريت خالي بلولو ما يبارد جيبوه خلي تخلي على راسه وفدك راس ما يعيني ويا السودة علي هالسفادة مثل النار. عندك الراديات المذروفة انت يبا تبقى لك لك يا بسيطة 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 عيني هنا انت بايدش خاطر شو زين شو يا بي عيوني يا بي كمبل شو سوي لك شو سوي لك يا بي يا بي صبحي شلونه منو هنا عمي غاوي؟ انا كلش فرحان سعيد اقول فرحان وسعيد. فرحان اي فرحان دق الاغنيه ويعب الاغاني شفني شو فرح من شافك الحق لك ارجوك عمي غاوي ابو خلاوي لا تقاطعني ارجوك نفس الايدك قلت لك لا تقاطعني لا تقاطعني ارجوك نفس الايدك. صبحي صبحي هاي وياي لا تقاطعني ها كله من ذني البلوه
سو هاي التمثيلية علي من على أبوي حيال. أنا شو خلاوي كل من وراك صبحي خلاوي سوي هيك بيك مثل عليا. يوم ام خلاوي ام خلاوي هالقوه عرفتيها هم انا معتدي يهددني صبحي ويتحلب بي يا خوش شنو الموضوع فهموني يعني وقف بوجهك وهددك طبعا زين وين شافك وش قال لك بالمسجل يقول لي ارجوك لا تقاطعني فالطابوق قد على راسي ترى فهموني الموضوع دخلت وراسي قام يفتر يوم خلال السبعين غلطة ونترة بالمسجل المسجل شعلي أنا منه أنت دا تقول لي هددني شلون يوم بعد شوية يزايق ويا أبويا ويتلازمون شلون اعتبر المسجل أبويا إن غلط علي لو ما انغلط زين وإنتوا سمعتوا بإذانكم يوم بصوت واضح ولا أبالي يقول للأبوية أرجوك لا تقاطعني صدوك كذب إش جاء هذا شنو تخبل عاد رحنا نصالحه وارجع لهم لا بابا لا هذا ما طول وراهم رتيبة ومرت الخال لا يا بلا من تقرب لهم خل نتشفى شرهم خل أروح أجيب عباتي وين رايحة عوف فيهم أبوي أخذ حقه بدأ بالطابور يوقف عليه زين لطفية وينها أشو مو وياها تنقول شكوي هاي شنو هاي عمو ها ترى يا جماعة ترى أنا بقى مرة تتقلبي بعد خل أرجع مرة أخرى وين دايت أهد دمرت اللي أخوة قضي آخ يا أبي أروح عليه لا حد يلزمني أقولكم لا حد يلزمني كافي كل إنسان عنده طاقة محدودة إذا تجاوزها يفلت منه السكان وتطلع من جوه إيده بلاوي ودواهي راوي إجاتك حضر نفسك كافي واش هي بالعنتك خو مو بالعنتك جاب المسجل جوه إيده وشلون سمع هنا شغلته شلون تخلوها ما تعرف تنصاد خطيه ارادت السمعة اغنيه شفتوا اذا كانت نيتهم سليمه ولهذا صار رد الفعل قوي بدا ابن اختي بطابوريه وخلاي وين هسه تسمعون بعد ساعه الميز براس من راح يوقع ابدا خليك 3 شهور نايم بالفراش شفت ولا عينك على كيفك تغير الموضوع ما اقدر ما اتحمل غاوي اجعت كافي لا تفور ما اقدر بصبحي تكويني هالشكل خالو ترى انا مو كلش متاذي اي بس هي فشخه بسيطه بس هي غير مره خالو شدت راسي ها تحكيها من الأول؟ والله لو رايح الرجال وهابده هناك يلا ما يخالف حصل خير مرحبا أهلاً شلونكم؟ أهلاً بابا هاي شنو؟ شو راسك ملفوف سلامات؟ لا عذرت بالله ما أدري شنو قاعد أقول خو ما تعور الصبحي شنو؟ إذا ينهبت بطابورية إيش تتصور شو يصير؟ صبحي خو ما تعورت عيني شلون؟ فلع براسة طول 3 سنتيمات شنو؟ أقول صبحي أخاف تكونت بالمحل هلا؟ يا محل روح اسأل أبوك هو يجاوبك ها؟ أبويا؟ يا هل ترى يا ليل
كله ما شايفه واحد وجعان ويغني. ابويا عيني مخلاوي، قريت بالمجلة يقولون اكو وثيقة يدقوها للمرضى ويطيبون. انا دا غني روحي بكت اشفى. ان شاء الله الطيب. فرد دقيقة، المضمد ابو جبوي. ايه عيني شفيق، خلي تفضل. تفضل عيني. يا الله يا الله، سلامات سلامات، ان شاء الله ماكو شيء. اشكرك غاتي. طول شيشة الدواء. شيشة الدواء أجبابا. ايش قال لك الطبيب؟ قال كل دقيقتين أفرة. هيجي قال الطبيب؟ لا قال كل ساعتين أفرة يمكن. كل ساعتين أفرة؟ شلون كل ساعتين؟ إيه ذكرت. لا قال كل 6 ساعات أفرة. إيه كل 6 ساعات أفرة. هاي تمام. يا بدي أحضر الأفرة أنا. ها شفيق صاير تعرف كل شيء. واهس عندي معلومات هوايه. ام خلاوي اخاف ان ينام وينام مسافر، اذا يطيت شفيق روح الحياه تاخذيها منه. ليش؟ لانه شيء يوصف لك اياه يسممك بي. انت مريض، انا ما راح اناقشك، بس بعدين عيني يابا اعطيني شيشتين حبوب ابلاع ولا تشكت ابره. انا اعرفك الضوج من شكت الابره، بس تعرف ايش قد الفرق؟ شوف ايش قد الفرق. الابره هذه تختلط بالدم مباشره. بالدم تختلط مباشره، بس الحبوب لا، تمر بعده مراحل. الحبوب تمر بعده مراحل. شحشو يا هذا بيبي، ما تعبالك. لا يا بابا غا. لا ابو خلاوي، وهذا اخوك ويخاف عليك. هسه جاب شيء جديد من عنده يا هالقوالة لويش. اذا دقرني واحد او غثني اكيد استعمل نفس الابر. لويش؟ لان اخويا غاوي دقروه والطبيب انطهاي الابر، وأنا بالمستقبل صوغرت هذا الدواء. كل دقرة أبرتين من هاي. بدون فحص؟ بدون فحص. والفحص لويش؟ ما تفرق. يقول لك ليش تبقى نبو راح يفتفاد يا هذا. عمو شفير. ها. مو تمام. مو تمام. أم خلاوي تسمحي لنا شوية إذا ما يصير زحمة. إيه تفضل عين تفضل. ايه والله شوي انقلب لي شوي ولا آي. تدرين ايش قد لايقت لك القعده؟ الله يخليك ويعطيك العمر الطويل ان شاء الله. الله يعافيك. هاي ايش دا تسوين بابا؟ بابا دا اخيط الددم مال دشداشه عمي. عافيه، يعني اول ما بديت تخيطين خيطتي دشداشه اخويا الكبير. الأصول دشداشة أخوك الكبير تخلص أول وحدة. بابا هي خلصت، بس إذا تريد توديها للقازينو انطيها لعمي غاوي. لا خوص صدفة، عمك اليوم ما طلع للقهوة شوية مدوهس، راح أروح له هم هي تسيارة وهم أقدم له الهدية، أقول له هذه هدية أم هادي بالاشتراك مع الحبابة منى الخيطة الدقم للزيقة هدل. شنو بابا اللي فيها يوم اللي فيها؟ تفضل بابا. جيبي بابا عاد اني اترخص. الله وياك في مال. لا بابا بابا ها بابا عفية لا تنسى جيب لي وياك شامية تدللي. اي خلاوي شلونك صبحي؟ ماشية زين. ما تقولي لطفية وينها؟ جوا. تريد اصيحها؟ دصيحة يا عيني. لطفية لطفية. نعم. هلو خلاوي. هلو لطفية شلونك عيني؟ يلا يلا جاهزة. وين؟ مو شغلك انت مصوقر قضيتك، خليني اني اتشالش. طبعا. تريد نجيب لك شي ويانا؟ خبز تازه.
يلا عيني يلا. يلا خلاه واني جاهزه. الله ارحم الراحمين. يلا. هاي وين؟ شغل. هنا وين هي؟ هناك بالبيت. لا عد لطفية ما تطلع من باب الحوش. خالو. خالو مالو ماكو. أنا أتصرف مثل ما هم يصرفون. خالو أنا أعتقد. كل اعتقاد ماكو. لطفية ما تطلع من باب الحوش يعني ما تطلع من باب الحوش. خالو الله يخليك. خالو أنا صاير بارود. أنا صاير عصبي كافي. خالو الله يخليك. مو خلاوي جاي حتى يوديني للدكتور. ها ويجيبك لهنا؟ اي يجيبني لهنا. اي ما تحكي خلصيت انت؟ هو انت انطيتني مجال حتى احكي. هسه انا قابل عداوه ويا صبحي؟ من يقول شنو يا فاتو؟ خلاوي مش عدل. اسمع صبحي زين خليها ببالك. راح اخليها ببالي. يلا عيني يلا يلا. شو قمت؟ هاي العمرة سوتني مثل الحصان. دي الله ألف الحمد لله والشكر. الله يشافيك الله يشافيك. ياب تريد أصب لك غدا؟ أنت طبختي؟ لا يا أبو أمي أنا بس أعرف أصب المواعين. على كيفك يا يا الله يا الله. بنتي شوي شوي تتعلمين. شلون تعلوم هذا؟ فرحان بيها البتة. اش كم مرة قلت لك يا رجال الدلال شي وشغل البيت شي ما فاد وياك. علمتها على الدلال زوجناها وراح تصير أماية وتالي بيضة شنو ما تعرف تقلي كل من ورا دلالك. عدك تقوم الطبخ بكل أكلة طيبة تتخمن الواحد وتطرحب وكاله. والقبض شنو عيني؟ يوم السنتي ليش الزعلين؟ هاليوم أصب المواعين باكر أغسلها للمواعين وراها أطبخ لكم جدور أشكال ورناك. صدق صحيح وهذا كله يتحقق تدرين وين؟ بس بالحلم. يوم شوية سهلي وياي. كتلتيني انت منا وابوك منا. قومي شوفي منو بالبار. هلا عمو. عمو ابو هادي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا. شلونك ام خلاوي؟ الحمد لله الله ينصرك ويعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا هلا بيك. شلونك هسه؟ هلا بولات. الله يجعلك يا معود. هي شوطة صغيرة. عمو أبويا ضرب أبرة. عمو الأقمش من هاي ما ناملها. عيني طبعا غير شفيق دبرها. ها هي لعاد قفلت يا بي. هذه أول دشداشة تخيطهم هادي لأخونا الكبير وإن شاء الله تدشنها بالعافية. الله يعطيها الصحة والعافية. الله يعافيك أم خلاوي. وانت عيني هنا سراكم يجي بعدين. أشكرك عمو. يا بي اليوم ما أريدك تطلع بالبيك قبل المزرعة إذا شفت نفسك ما مرتاح. لا 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 أنا السمك الحديد. الله يجعلك بقت يمك هاي بكيفك. يا بي أنا أترخص. غالي يا الله. عاونيني بنتي. ارتاح ارتاح. اكيلي. دقيقة جاية. لا وصلك. في مال الله. مع السلامة عيني يا ابو هادي. اقول. ها. خبري الصبحي. ليش؟ شوفيه. شوفي الجرح من راسه ضربته بالطابورية طاب له بعدها. واذا طاب. واذا طاب. إذا طاب دع أرجع هدى مرة أخ.
دير بالك عليها، لا تخليها تجهد نفسها هواية. ها؟ دكتور يعني هي حامل. حامل؟ صدق؟ دكتور؟ مبروك. أشكرك دكتور، ودعتك لا أسويهم درساً. يا عيني فدوى العنهم. أنت زوج سعيد، وهاي الوصفة تأخذها. يعني أنا زوج سعيد لطفية. يلا عيني، يلا مشي للبيت. مبروكين. على كيفك، على كيفك عيني، على كيفك. امشي امشي للتعبين، على كيفك لطفية. يلا عيني على كيفك. بس يا بعد شلونك ابو فالح؟ شلونك كيفك؟ هلا بيك، هلا مرحبا. شفناه؟ تعال وياي يا ابا، انا راح اروح للبستان احوش واجيب حاصل واجي. اشكرك ابو خلاوي. يا ابا هذا الهواء الريع، وانت مجيب لك زقونيه برتقال نوم ويجيب لي الاهل. والله فين سويت النواهج. يلا 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 تفضل يلا. يوم يوم باركيلي. شكو شكو خير؟ باركيلي يوم شكو؟ أنا ولطفية كنا يم الطبيب. خيرا؟ غدا 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 غدا. صدوك كذي يعني لطفية رح يصير عندها بيبي؟ صبحي شلونك عيني صبحي؟ الحمد لله زينين. ما تعطيني لطفية شوي دا احكي وياها؟ اي والله. هلا بلطفية، شلونك عيني؟ مبروك، شايفة الف خير. اشكرك عمه، يتربى بعزك يا احلى عمه. لطفية صيري سباعية وديري بالك عليه. اشكرك عمه. دروحي دروحي ارتاحي هسه وديري بالك على نفسك. مع السلامة. يا با شو الهوى الريع هذا؟ هذا الهوى العليل. اقول لك اقدر اشرب مي من هذا الحب. ايه الله يقويك ولدي. هلا عمي هلا. تسمح لنا؟ ايه تفضل. قولي هذا معقم؟ لا ما معقم. الطين يركض جوه والماي تشوفه مثل الصافي لكن ما معقم. هذا من الجداول الزراعيه. ايه. يعني به ميكروبات وجراثيم، لو احسن شيء تفوروه تغلوه وتشربوه بالعافيه كل مرض ما يلقيكم. عندك جدر؟ اي عندي جدر. حط بات؟ حط بات عندي. تعال وياي. يلا انا هم معاكم. جيب الحطبات وليدي. وينك ابو فالح؟ شخطتك. وليدي احنا راح نحوش ها ونجي نلقي الماي فاير ومبرديه، نشرب لنا قلاص الماي ونروح لبغداد. يا الله توكل بالله. في امان الله.
ابو فالح حوش على كيفك، شلون ما تحب البستان كله قدامك. اي اشكرك، يعني روح هسه. روح املي قواني. لا وين راح تتونس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يابا اكو واحد هذاك جاي يحوش من حلالكم. شلون؟ اي تعالوا الحقوه، جيبوا طواسيكم ورايه. وجماله ما مستوي وشقال. يلا اقف، ايش تسوي هنا؟ دخيلك معود. انت منين؟ شوف شوف بدي اقول لك، احنا اللي يدوس قاعنا ويحوف بستاننا نعتبرها بجسر كبير علينا، واللي يطب قاعنا من غير رضاتنا نقص ايده قص. معود معود يعني غاوي غاوي زين كان يحوش. غاوي ورقني. غاوي حقه. حوش على كيفك يا بحوش. الله يساعدهم. هلا حشيت. ايش حشيت؟ كلها هبطة وخوفهم ودمهم ما ضر عندي. اخ اخ شو تقول لعدل السايق؟ تقول له اركض باك ذاك سيارتك وتخليهم يلزمون يودون للشرطة. توبه بعد. تبت؟ توبه. يا بتر عرف راجعني. هلا بيك وبي. تفضل. استاذ اريد اسجل دعوة. علي من؟ على غاوي. سوى نكتب ابويا، هسه اعصابه كلها تعبانه ودا يرجف مثل السعفه، من الله لا ينطي الغاوي. على كيفك، احكي على كيفك وبهدوء حتى افتهمك. غاوي مسوي مشكله وياك لو ويا ابوك. استاذ ويا ابويا. اذا لازم ابوك هو اللي يسجل عليه الدعوه. ابويا ما دا يقدر يحكي، نايم بالفراش ولازمته الصخونه. انت ليش دا تصيح؟ احكي على كيفك. ابني الاصول تقول انه ابوك هو اللي يسجل دعوة على غاوي. يا استاذ شو يفرق؟ هذا غاوي لازم ياخذ جزاء. اهلا وسهلا استاذ ابو قيس. اهلا بك، تفضل استريح. يا الله. الله بالخير. الله بالخير يا سرور. تفضل. نعم. اريد الاوراق مال علوان. علوان عبد الستار. تؤمر. مفوض غالب. نعم سيد. يعني بلكن تجيب لنا اوراق الدعوه مال المتهم الاخير. تمر سيدي. شكرا. شكرا جزيلا. يعني شلون هسه دقه ابويا تروح بالشاط؟ شنو الموضوع؟ الاخ جاي يريد يسجل دعوه على غاوي. القضيه اسباب الاتهام. سوى مو خوش دقه بابويا، اخذ وياه للبستان دا يجيب حاصل وقال له حوش لك فدقونيه من اهل البستان بالتاخي. ابوك هو يجي لبنان يسجل الدعوه مو انت؟ ابويا ما يقدر يحكي، يقول ما بدي اشوف الغاوي نهائيا. ابني ما يصير، هذه اصول. بتفضل تروح بدي ابوك ويحكي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ. هلا وخير. اوراق بلكي لا تنسى. الله تؤمر. شكرا. والله الا اشوف الغاوي واطلع حق ابويا من عيونه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو خلاوي. هلا بيك. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. من رخصتك فد لحظه بس ندب البارد بالثلاجه ونجي. راحتك. يلا شفيق الحقني. ايه حاضر الشربك في دول. احنا جايين جايش بديت خطاب اني وبيت اخوي ابو هاني. شفيق ويا مالك. اي 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 اجيت. شنو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قل لي ما تقول لي وين القى الغاوي. تعرفه؟ ما اعرفه. ما شايفه قبل؟ عمري انت دا اقول لك ما شايفه. من حضرتك؟ ما تعرفني؟ انا فالح ابن ابو فالح. شريك منه. شريك منه. اليوم الجماعه كلهم شاهدين علي، اذا ما مسقه تمزيق وادوس بنص بطنه لا اخلي الكل تضحك علي اليوم. خليه لي يا معود، انت رحت تبتلي بيه، اتركوا لي يدي. خاطره لله ما تقول لي شو وقت يجي، إيه هذا ما نفد وقت ثابت. ما ينحزن، شو وقت يجي ما ندري. يعني انا اشوف لو ما توسخ ايدك بيه احسن. انت شاب قدامك مستقبلك، شنو تطلب فلوس؟ يا فلوس تحكي عليها؟
دا اقول لك اذا انا اسمع عجمه مثل الطماطه يقول لي فلوس. تسمع نصيحتي؟ شنو نصيحتك؟ سلمى بيد الله. في مالا عيني غاوي؟ انت غاوي؟ عني؟ غاوي نسيت روحي؟ دحت؟ هاشرك بيها؟ وعن الزروعة؟ شلون الوالد بقيت لي؟ والله ما نخلق شوية جسمه مضعضع ومسخن. هذا استبراد يا ابو استبراد. غاوي تشرب؟ يعني انت غاوي؟ انا قالها وما صدقت. لك خلص روحك غاوي. روح غاوي. شنو القضية؟ غاوي جاب البلية. غاوي عرف حياته. غاوي واهله وبناته. غاوي الاكبر اذية. سد له قضية. غاوي يفتح قضية. غاوي ياهو اللي صرصر. غاوي